33 tahanan yang dibebaskan di Tebing Barat telah selamat diserahkan kepada pasukan daripada jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah. Kadura Affairs yang mengetuai NGO Kelab Tahanan Palestin, beliau berkata 6 yang selebihnya dibebaskan di Baitul Maqdis. Antara tahanan yang dibebaskan, Marah Bakir yang ditangkap pada 2015 ketika dia berusia 16 tahun. موضوع العزل بحاله شيء كثير كبير عن جد يعني خاصه انه بعدوني عن البنات القسم وخلوني مغيبه تماما عن القسم وما بعرف اي شيء عن البنات هذا شيء كثير باثر فينا كاسيرات فلسطينيات امنيات طبعا بس بنفس الوقت لما الانسان يكون متوكل على ربنا بيكون كل شيء اهون عليه والحمد لله يعني Tidak dapat menahan sebab ibu kepada Bakir, Sausan, terus memeluk anak perempuannya yang dibebaskan selepas menghabiskan 8 tahun di penjara Israel. Mas, طبعا اكثر جانب كان مؤثر في انه لا بعرف اي شيء عن اهلي ولا شيء عن اهلي وكنت احلم فيهم كثير كنت احلم احلام منيحه احلام مش منيحه اجرب افسر شوي على الاشياء كيف انا بعرف بس يعني كنت متوكل على ربنا وكنت مستودعتهم لربنا وكنت ادعي لهم دائما بالصلاه واقرا قران وكل شيء يعني والحمد لله